السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم مع مراجعة جديدة من مراجعات الصف السادس الابتدائي لمادة اللغة العربية. معكم مستر محمد معروف من مدارس المنصورة كوليدج الدولية للغات. واليوم بإذن الله تعالى سوف نراجع دروس مفتاح النجاح وذكاء صبي و المنصور والطيور. وبإذن الله تعالى هنلعب مع بعض لعبة كده بسيطة إن شاء الله تعجبكم في المراجعة برضو بإذن الله. نبدأ. لا بد وأن تتذكر في درس مفتاح النجاح أن النجاح هو أمل كل إنسان، وعناصر النجاح ستة، وهي ثقة بالله والثقة بالنفس، التواضع، المسؤولية، المهارة، الإبداع، الإصرار. فهذه هي العناصر الست من عناصر النجاح التي لا بد وأن يمتلكها الإنسان حتى يستطيع أن ينجح في حياته، في كل شيء في حياته. سواء مش لازم النجاح ده يكون نجاح في الامتحانات فقط، ولكن نجاح في العمل، نجاح في شركة، نجاح في الامتحانات، نجاح في كل شيء في حياتك، لابد وأن تمتلك هذه العناصر. وأيضا هناك عناصر أخرى لابد وأن تمتلكها، لم تذكر في الدرس طبعا، الحديث يطول عنها، ولكن هذه هي العناصر الست الأساسية التي يجب أن تمتلكها حتى تستطيع أن تحقق النجاح. نراجع مع بعض كده قطعة بسيطة. من تواضع لله ارتفعت منزلته في النفوس، ومن تكبر هانت صورته في العيون وخسر نفسه، والثالث المسؤولية. إذ إن لكل فرد من أفراد المجتمع مسؤولية عليه أن ينهض بها وألا يقصر في أدائها. تخير الصواب لما يلي مما بين القوسين. معنى منزلته، طبعا ضروري أن أنت تكون مراجع كويس جدا على معاني الكلمات والمفردات، ومفيش مشكلة كمان ان انت تقرأ وتقدر تستنتج المعاني من خلال الفكرة المذكورة. يعني مثلا من تواضع لله ارتفعت منزلته في النفوس. ارتفعت منزلته، هل ارتفعت منزلته يعني بيته؟ ممكن منزل تيجي بمعنى بيت، تمام، او دار ممكن تأتي بمعنى دار. لكن هنا لو تواضع لله ارتفع بيته أو ارتفع داره، أكيد إجابة غير صحيحة، وإنما الإجابة الصحيحة ارتفعت مكانته. مضاد ارتفعت، قلت أو انحطت أو صغرت. طبعا انحطت أي قلت مكانته وهانت مكانته بين الناس. السؤال الثاني، اذكر العنصر الأول من عناصر النجاح. طبعا العنصر الأول اللي هو الذي ذكر في الفكرة أو الذي كانت تتحدث عنه الفكرة، تمام. والإجابة شباب أو الأسئلة بتجيلك على الفكرة المذكورة. يعني هو جاب لك فكرة وراح قايل لك التواضع، فمن تواضع لله ارتفعت منزلته، ومن يقول لك ما العنصر الأول في من عناصر النجاح، يبقى قصده العنصر الأول الذي ذكر في الفكرة، تمام. ما موقف الناس من المتواضع وما جزاء المتكبر؟ موقف الناس يحبه الناس وترتفع منزلته في النفوس، ومن تكبر هانت صورته في العيون وخسر نفسه. قلنا وإحنا بنشرح الدرس قبل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها لم يدخلها مرفوع الرأس ولا شامخا، وإنما دخلها متواضعا منكسرا، ويضع رأسه في اتجاه الأرض وتكاد لحيته أن تلامس صدره، وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، في منتهى التواضع والأدب من النبي صلى الله عليه وسلم. بما يتميز الماهرون في أعمالهم،
طبعا الماهرون يتميزون، ولا بد أن تكون حافظ العناصر بالكلام المذكور عليها. الماهرون يتميزون بقدرة فائقة على قبول كل جديد وعلى تغيير كل قديم. لما لا تقف طموحات الناجح عند حد معين، لأنه يملك روح التحدي والمنافسة. طبعا عندك لازم تحط لنفسك تحدي وانتوا بتذاكروا يا شباب، لازم يعني تحط لنفسك تحدي وانت بتذاكر. يعني مثلا هتحط تحدي لنفسك ازاي وانت قاعد حتى بتذاكر لوحدك درس مثلا مفتاح النجاح؟ ده المفروض ان هو ياخد مني مذاكرة ساعتين، لا انا هخلصه في ساعة واحدة وهحل عليه التدريبات كمان. وتبدأ تركز وتستجمع كل قدراتك وقوتك في ان انت تحط نفسك تحت ضغط الوقت، وتحط تحدي لنفسك، وتحاول ان انت تتغلب على هذا التحدي. وهكذا في كل العناصر، في كل، يعني مثلا انا مش كويس في الرياضة، او انا عندي مشكلة مثلا في درس، في اعراب درس مثلا انواع الخبر، تمام؟ لا انا هجيب الدرس وهشوف وهراجع الفيديوهات وهشوف واتأكد، وهحل امتحان او هطلع مثلا 5 امتحانات واستخرج انواع الخبر من ال5 الامتحانات، وباذن الله مش هغلط. طب ولنفرض ان انا اخطأت، كويس، مفيش مشكله، مفيش انسان ما بيخطأش، جرب وحاول واحده واحده. لكن انا مش كويس في ان اخواتها، لا ما اصلا مش هحلها لان ما بحبهاش، او انا مش هحلها لان مش شاطر فيها. لا، يبقى انت كده ما عندكش اي نوع من انواع التحدي ولا المنافسه، مش هتقدر ان انت تحقق اي طموح في حياتك بالطريقة دي. السؤال الثاني، الإبداع عنصر من العناصر الموصلة إلى النجاح، لماذا؟ أو ممكن يجي سؤال، ما أهمية الإبداع؟ الإبداع يجعل الناجح لا يفكر إلا في كل جديد، ولا ينشغل إلا بكل مفيد. دي أهمية الإبداع. الإبداع يجعل الناجح لا يفكر إلا في كل جديد، ولا ينشغل إلا بكل مفيد. أنت مشغول بالحاجة المفيدة بس، بتفكر في الجديد بس، تمام؟ هو ده الإبداع، وهو ده النجاح الأساسي اللي أنت تقدر تحققه في حياتك. طبعا لو جاء لك شبكة المفردات، شبكة المفردات ممكن تكتب عناصر إن هو جاي النجاح، عايز شبكة المفردات كلمة النجاح. ممكن أنت تجيب عناصر النجاح الستة: ثقة، تواضع، مسؤولية، مهارة، إبداع، إصرار، والعلم. عناصر تانية ممكن أنت تستخدمها في حياتك عشان تحقق النجاح. طيب دلوقتي يا شباب هنلعب مع بعض كده لعبة، تمام؟ عاوزكم. طيب يلا نبدأ. أول سؤال، هتقرأ السؤال من على الشاشة وهتختار الألوان اللي عندك اللون الإجابة الصح. هتقرأ السؤال وهتختار لون الإجابة اللي عندك الصح. ها، جاهزين؟ مصر حضارتها عريقة. نوع خبر المبتدأ هنا، اختار اللون بتاع الإجابة اللي عندك الصح. وملا اسمين. سؤال طبعا سيف الدين هو أسرع واحد. احنا كده حتى لو جاوبت صح يا شباب، لكن أسرع واحد هو اللي بيفوز. السؤال اللي بعد، الكتاب في الحديقة، نوع الخبر مفرد، جملة اسمية، شبه جملة، جملة فعلية. سيف الدين جدع يا سيف. سؤال رقم 3، الجو في الربيع يعتدل، الخبر نوعه مفرد، جملة فعلية، جملة اسمية، شبه جملة. طبعا أصل الكلام الجو يعتدل. أيوة كده، الناس كلها فايت ايه، هنا وسارة وشاهد وجودي.
السماء مليئة بالنجوم، السماء مليئة. خبر مفرد. شهد. أحسنت يا شهد. السؤال الخامس، الأسرة الصغيرة حياتها مثالية. الأسرة حياتها مثالية. جملة اسمية طبعا. جانا دخلت المنافس. وسائل المواصلات في تطور عظيم. سارة طلعت أولى، أعلى من شهد ومن سيف. سؤال رقم 7، المدرسة الحديثة تهتم بأبنائها. المدرسة تهتم بأبنائها. تهتم. سارة أحسنتي، ما زلت في الكم. السؤال الثامن، المدرسة الحديثة تهتم بأبنائها، نوع الخبر إيه؟ أكيد جملة فعلية طبعا. سارة ما زالت الأولى. مصر هبة النيل، الخبر نوعه مصر هبة النيل. خبر طبعا مفرد. يوسف شعبان. آخر سؤال يا شباب، أنا مخلص في العمل، الخبر نوعه أنا مخلص. أنا مخلص. طبعا الخبر مفرد. سيف الدين هو اللي فاز المركز الثالث، سارة بالمركز الثاني، وشاهد في المركز الأول. ألف مبروك يا شباب، شاهد وسارة وسيف الدين، أحسنتم. وكان معانا مروان وسيف برضو. تمام، بارك الله فيكم. نرجع بقى تاني للمراجعة بتاعتنا. تاني درس معانا في المراجعة ذكاء صبي. أراد الحسن بن الفضل أن يتحدث في مجلس أحد الخلفاء. يذكر الحسن بن الفضل للخليفة أنه ليس بأصغر من هدهد سليمان، والخليفة ليس بأكبر من سليمان نفسه عليه السلام. استنكر الخليفة عمر بن عبد العزيز على أحد الغلمان التحدث، اللي هو طبعا كان في وفد الحجاز، في حضرة من هم أسن منه. يذكر الغلام الخليفة بأن المرء بأصغريه قلبه ولسانه، وأنهم جاءوا لتهنئة الخليفة لا رغبة فيه ولا رهبة منه. طلب عمر من الغلام أن يعظه فنصحه ألا يكون ممن غرهم حلم الله وثناء الناس عليهم. تعجب عمر من فصاحة الغلام وذكائه عندما علم أن عمره 12 سنة. أسئلة؟ اقرأ ثم أجب. ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز أتته الوفود فإذا فيهم وفد الحجاز، فنظر عمر إلى غلام صغير السن وقد أراد أن يتكلم، فقال ليتكلم من هو أسن منك فإنه أحق بالكلام.
معنى أفضت، معنى أفضت الخلافة، أحسنتم، أفضت انتهت، مضاد يتكلم، مضاد يتكلم، أحسنتم، يصمت أو ممكن يسكت، جمع صغير، جمع صغير، صغار، ومحدش يقول لي صغائر لأن صغائر مفرد صغيرة، مفردها صغيرة، مفرد الوفود الوفد. متى أتت الوفود؟ حينما أفضت الخلافة إلى عمر ابن عبد العزيز، وطبعا الوفود كانت من بلاد الحجاز. ولماذا أتت الوفود؟ أتت الوفود لتهنئة عمر ابن عبد العزيز بالخلافة. ما موقف الخليفة عمر بن عبد العزيز من الغلام عندما تقدم للكلام؟ طبعا عمر بن عبد العزيز قال: ليتكلم من هو أسن منك فإنه أحق بالكلام، ليتكلم من هو أسن منك فإنه أحق بالكلام. متى يكون المرء مستحقا للكلام من نظر المتحدث بلسان وفد الحجاز؟ طبعا إذا المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فيكون مستحقا للكلام إذا منحه الله لسانا لافظا وقلبا حافظا، فقد أجاد له الاختيار. بما نصح الغلام أمير المؤمنين، نصحه بألا يغتر بحلم الله وثناء الناس عليه فيقع في الخطأ، وتعجب عمر من فصاحته وذكائه. الخليفة، حلل لمقاطع صوتية. الخلي، لأن الياء مد فتاخد الحرف اللي قبلها معاها، ف مفتوحة، تو مضمومة، السن، خد بالك إن حروف الآل القمرية، جوحى، غبي، فك، مخه، وقاع. دي الجملة اللي جمعنا فيها حروف اللام القمرية، جحا، غبي، فك، مخه، وقع. فلو جينا نبص نلاقي حرف السين مش موجود في الجملة دي، فبالتالي دي حرف السين هنا شمسية، وأي حرف بيجي بعد اللام الشمسية بيكون مشدد، فبناخده على مرتين. يبقى المقطع الأول هيكون الألف واللام والسين، وبعد كده السن، نو، السين أيضا، النون أيضا مشددة، يبقى احنا عندنا اتنين سين واتنين نون. أحطوا، أحطوا، أحطوا. لو جيت تبص في كتاب المدرسة هتلاقي الطاء مش مشددة يا شباب، الطاء عليها سكون. أحط، أحط، تمام. فالألف والحاء والطاء لأن الطاء عليها سكون، والتاء لوحدة لأنها مضمومة. الدرس الثالث والأخير، المنصور والطيور. تذكر أن قصد أحد الخلفاء قصر الخليفة في بغداد ومعه جواهر وأحجار كريمة. انتقى الخليفة ما أعجبه من الجواهر وأعطى التاجر سرة بها 100 دينار. ترك التاجر السرة بجوار ملابسه، عندما نزل يتبرد بماء النهر هبطت حدقة وأخذت السرة بعد أن حسبتها لحما، فشعر التاجر بالمرض والحزن. ثم استدعى المنصور التاجر بعد أن علم بما حدث للرجل. أمر الخليفة شرطيه الخاص بتفقد أحوال الناس في الجهة التي حددها التاجر. حضر الرجل أمام المنصور وباغته المنصور: أين المال الذي سقط عليك من السماء؟ فأعطاه المال وكافأ المنصور الرجل على أمانته. ده كانت أهم النقط التي ذكرت في الدرس. انصرف التاجر مسرورا، وبينما هو في طريقه على شاطئ النهر وكان اليوم قائظا، أراد أن يتبرد بماء النهر، فوضع ثيابه وتلك السرة على الشاطئ ونزل إلى النهر.
هذا المرادف قائزا، وده أهم معنى موجود في هذا الدرس. قائزا أي شديد الحرارة، مضاد صرف جاء، جمع الشاطئ الشواطئ، وممكن شطآن مفرد ثياب ثوب، وجمعها أثواب، هنقول اسمها جمع الجمع أثواب.